بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آيات حكمته في صنعه لتكون دليلا عليه، ونزل شواهدها في شرعه لترشد إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت، ولا في أمره من عبث أو تعنت، إذ الخلل والإخلال نعت فساد يتنافى مع صفات ذي الجلال. والقصور والشطط خروج عن حد الوسط الذي هو لسان ميزان الكمال، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. صلاة ربي وسلامه على من أرسل رحمة وسدد بالعصمة واصطفي لتعليم الكتاب والحكمة، ورفع شعار كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الحكيم الفقيه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رفقا، ويتحرى الصدق قولا وعقدا وعلما وخلقا ونطقا. ولذلك كان حريا أن يقام في مقام الاغتباط، لأنه فعلا على سواء الصراط. ولذلك جاء في تنويه النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه قوله عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، بمعنى إن تكون غابصا فليكن هذان مغبوطك. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وآناء النهار. وأثني الثناء العطر على صحابة رسول الله الكرام وقرابته الأئمة الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمته وكانوا أنموذجا للأمة الوسط، عدولا خيارا، براء من أي سفه معيب أو شطط غال مريب. لماذا؟ لأنه ظلال شجرة رسول الله، ظلال الدوحة المحمدية، وصدى توجيهاته الزكية من مثل قوله عليه السلام: سددوا وقاربوا. استطعت أن تصيب الهدف فافعل، فإن لم يمكنك فقارب. وقوله: القصد القصد تبلغه، لأن الوصول رهين بمنهج الوسط الاقتصادي الذي لا هدر فيه ولا غلو، وبدونه لا نصل. المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لأنه لم يجري على مقتضى الحكمة وشرطها. اللهم اجعلنا على منهاج هؤلاء الصحب الكرام، ولا تحرمنا فضل شفاعتهم، وفقنا لمتابعته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإن الحكمة عنوان مشوق وشائق، عنوان جميل ولكنه جليل في ذات الوقت، تنشد إليه ابتداء استحسانا، ثم تهاب الخوض فيه لعمق مباحثه وارتفاعها شانا. وما أحوجنا إليه هذا العنوان لنقف من خلال الوقوف على معالم الحكمة إلى ما ينبغي أن نستصحبه زادا في راهن الفتنة
وراهن الاحترام وراهن الاغترام من الرفق الذي يصوننا عن كل خرق. والقصد الذي يكون ضدا على كل سرف أو شطط، والعشق الذي يكون وسيلة للتخليص من شوائب المضادة لنهج الحكمة الجميل الجليل. ولذلك في سياحتنا التدبرية المتواضعة في رياض آيات الحكمة التي وردت نصا في الكتاب، نبهناكم إلى ضرورة النظر فيها في متشابهها المكرر وفي الترتيب الذي جاءت به في نسق المصحف، لكي نقف من خلال تتبع الموارد للوقوف على المعالم، هذه المعالم التي توقفنا على ما ينبغي أن يكون عليه منهج الحكمة المستفاد. وللتذكير والتركيز ترسيخا، أذكر بأن منتهينا إليه في النظر المجتزأ المقتضب لآية الحكمة في سورة آل عمران، وعدد الآية الواردة فيها 3، ولكن انتبهت إلى أن فيها آية أغفلت، ولكن سبب إغفالها بين، لتصير عندي الآيات 4: 5 البقرة و4 آل عمران. والآية الرابعة يقول الله جل في علاه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ذلك لأن معظم المفسرين جروا على تفسير الحكم بالحكمة، ولأن السياق يكاد يكون متسابقا في ذكر الصمت كتاب والحكم والنبوءة، ولأن الآية في نفسها جليلة، ولأن من معاني الحكمة الحكم، لأنك حين تقضي بعلم يفصل في النجاح تكون قد أصبت عين الحكمة علما في مواقع التنزيل، لأن الحكمة قد ترجع إلى فقه التأويل أو فقه تنزيل التأويل، يعني قمة فهم في معاني وقمة تنزيلها بحسب المقاصد. ثم إن الآيات الأربعة في سورة آل عمران جرينا على أننا نأخذ منها المعالم الممكنة عناوين صغرى نضعها بإزاء كل آية، ثم نربطها بالسياق العام الذي يمثله مجرى السورة وموضوعها المحوري. فقد وضعنا أو نضع إزاء آية يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول الله بني إسرائيل، هذه نضع فيها وهي منقبة لرسول ختم النبوءة في بني إسرائيل، عيسى ختم النبوءة في بني إسرائيل، منقبة الحكمة منقبة. لكن أخذنا منها أن الحكمة لا تفارق الكتاب ولا تنفك عنه إذا ذكرت إلا نادرا، ولمعان أصرنا ونؤكد الإشارة إلى بعض معانيها، في إشارة إلى أنه لا يمكن أن تجي الحكمة بغير الكتاب. حتى الأنبياء لا يتلقون الكتاب والرسالة ويعلمون، ثم تجيء الحكمة ممثلة في مسلكهم، كان خلقه القرآن استفاده صلى الله عليه وسلم من تنزل القرآن. طيب ما يتنزل إليه؟ يرتقي خلقه حتى يصبح هو الوجه الآخر لهذا الكتاب المنزل. إذن الحكمة لا تنفك عن الكتاب، فهو مصدره، تحتاج إلى مصادر، كنت تجي الحكمة بغير مصدر واحد. وثانية الآية التي هذه المضافة حسب الترتيب: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، تشير إلى معنى نستخلص في معالم الحكمة، وأنها ضرورية لتخلص الناس من عبودية بعضهم لبعض. لا يمكن للنبي وإنما بعث ليحرر الناس من عبودية بعضهم لبعض
لا، ما يمكن وما يصح أن يقدمه هو نفسه باعتباره إلها أو ربا على أولئك الذين جاء لتحريره من ربوبية المواجهة. أبدا، ما صح، ما صح أن يكون الذي يحمل شعار كونوا ربانيين أن يقدم نفسه باعتباره إلها أو مشتبتا كاملا. أبدا. ثم بينا أن مراجع التخليص من العبودية هو الانتساب للربوبية بشرطها، كونوا ربانيين. والرباني المنتسب إلى الرب، الرب بهذه الزيادة ألف ونون، رباني كما تقول لحياني لكبير اللحية تضيفها إليه، فتزيد الألف والنون للمبالغة في نسبة الربوبية. لذلك يعني يقول ما التغيير للنسبة، الربي بالكسر منسوب إلى الرب بتغيير في الهيئة، ربي بدل ربي يقول ربي، وهذا أنصار النبوءة في مقامات الجهاد. والرباني بالفتح أنصار النبوءة في مقام العشقاء، في مقام المعرفة. لولا ينهاهم الربانيون، ما قال الربيون، كان في مقام الجهاد. وكأي من نبي قتل معه ربيون أهل تضحية. صحيح النسبة للرب بهذا الاعتبار، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بمعنى أنه إنما تستفاد الربانية من الكتاب، من العلم به ومن دراسته والتعمق في معانيه. ثم إن الذي جعل شعار النبوءة المصلحة كونوا ربانيين هو كون هؤلاء المبعوثين من قبل الله قد هيئوا بهذه الكمالات التي تقدمت، يجيه الله الكتاب والحكم أي الحكمة والنبوءة. النبوءة عصمة، الكتاب رسالة هدي، والحكم أي الحكمة منهج للقضاء والتصرف والفهم. ما كان نبي يكون مزودا بهذه القيم التي هي قمم في بابها ثم يضع ثم يجوز لنفسه أن يكون ناقضا لرسالته. في المعنى ما كان ومن صح أن يستنبئ الله نبيا يدعو إليه وإلى عبادته ثم يجيء منه خلاف دعوته. أبدا. ولذلك جاء في سبب نزول هذه الآية ما ينبع عن هذا. جاء رجل من نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدنا أن نتخذك ربا؟ فقال معاذ الله، ما بعثت لذلك. ثم نزل قوله تعالى مؤكدا ما كان لبشر أن يجيء الله الكتاب والحكم النبوة. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الحكمة هذه التي وضعت بين الكتاب والنبوءة مشتركة، ليست هي النبوءة وليست هي الكتاب، ولكنها مستفادة من جهتين. فالكتاب يعطيها مادة المعرفة، والنبوءة تعطيها نموذج العصمة. لابد للحكيم أن يكون له نموذج يقتدي به. في النبوءة ما يمنع الفساد وهو العصمة، والحكمة ترجع لمعنى المنع، وإذا قال العلمي المنع لغاية الإصلاح ودفع الفساد حكمة. أي وسيلة طرأت بها فسادا لأجل إقامة إصلاح فهذا نوع من الحكمة المنتخى أو المنتخلة. ثم الآية الرابعة أو الثالثة استفدنا، ويقول الله تبارك وتعالى ما زلنا مع آل عمران تنائم، لقد من الله على المؤمنين قبلها، وإذ أخذ الله ميثاق. هذه الآية استفدنا منها بخصوص المعالم، مرجعية الحكمة، مرجعية الحكمة لتكون مصدر إلزام، لأن هنا
جاءت في سياق الإلزام بالميثاق وبيان كون رسول الله أفضل الأنبياء بما أنه أخذ على كلهم العهد أنه إذا جاءهم أدركهم زمان النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصرونه. لم يؤخذ عليهم ويؤكد عليهم إلا ليأخذوه على أممهم، هذا هو المراد. الله ميثاق النبيين، فإضافة الميثاق هنا النبيين ليس إضافة إلى 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 مفعول بل إلى فاعل. هم أخذوا الميثاق على أممهم لأن الله أخذ الميثاق عليهم بذلك، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا في رسائل الله كلها ومنعوتا بالنعوت التي لا تلتبس، بل تكون دليلا من دلائل نبوءته. وبقدر ما تقترب الرسالات يتخصص الوصف، حتى إذا جاء الإنجيل كان عنوانه صريحا في البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أهل العلم إنجيل، هذا مأخوذ من الرومية من أينجيليوم بمعنى الخبر الطيب أو البشارة الصالحة، وهو قول عيسى ومبشرا برسول يأتي، هذه وظيفة من وظائفه. ما سند ومرجعية هذا الميثاق؟ إنه الحكمة، فالحكمة والعقل المسدد والفهم في مقاصد الدين والفهم في المقادير العالية والذي يجعلنا ندرك فعلا كون رسول الله صلى الله عليه وسلم مختارا للختم، وكونه جمع فيه ما تفرق في غيره كتاب وحكمة. لما آتيناكم أو لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، أنتم بمقتضى ما آتيناكم من الكتاب والحكمة ينبغي لا تترددوا في تسليم لنبي الختم لهذه الميزة الفضلة. وهذا جاءت في سياق إقامة الدليل على المنكرين من أهل الكتاب لأفضلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء صريح المنة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لنأخذ منها في ملامح الحكمة ومعالمها أنها ضمن المهام العظام في كل نبوءة، خصوصا ختمة. يتلو عليهم آياته سبق بيانه عن التلاوة، ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكيهم. وهذه المعالم الأربعة لو ربطناها بسياق صورتها والمجرى العام، آل عمران لبدت الصلاة والوسائج غاية في المتانة والقوة والارتباط، لتدل على أن القرآن نسيج كله حكمة، وأن من أعظم أسراره ودقائق الفهم في هذه الألوان من النظم. الذي قد يستهين الناظر من أهل التفسير فيها فيفوته خير كثير. آل عمران أو هذه الصورة نسبت إليهم والنسب واحد، صورة ليس لها اسم إلا آل عمران، وهذه الأسماء التي تكون هكذا وحيدة وتوقيفية ومشتهرة تكون مدخلا لاكتشاف الموضوع. ذلكم أن صورة آل عمران الزهراء الثانية تسميتها بهذا الاسم تحيل على آية آل عمران والتي ذكر فيها هذه الأسرة الفاضلة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لا شك أن هذه الصورة نزلت في مجادلة وفد بني نجران أو وفد نجران يهود اليمن أو نصارى، عفوا نصارى اليمن، أن سورة البقرة تخصص في مجادلة اليهود وهذه في مجادلة النصارى وذكر أخطائهم. جاء الوفد وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة الصحيح، وعلى رئاسته عاقب وسيد إسماعيل المعروف عبد المسيح والأيهم، لقبوا بالسيد والعاقب، ومعهم 50 أو 60 رجل جاءوا لرسول الله في المدينة يجادلونه.
في أمر المسيح. فجادله صلى الله عليه وسلم وأقام الحجة عليه فكابروا، فدعونا صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، إن حاجك في ما جاءك من العلم أي حاجك محاج، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أجابوا في الأول ثم استعظموا الأمر خوفا من ما علموا من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم، فتخلوا وخافوا ثم رحلوا ولم يباهلوا. ونزلت الصورة من مجيئها تصحح أخطاء النصارى عقائدهم في المسيح عيسى بن مريم. من البداية تجد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تحجي، تحجي ما نعاده في القرآن المدني إلا في طالعة سورتين وهذا له أسرار. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الاسم الذي لا يحصى بغيره. والقرآن بصدد صحيح عقائد، أناس يدعون الألوهية لعبد لنبي عبد، وجاء إعلاء اسم الحي القيوم لأنه مرجع التفريد، لا أحد يتصف بالحياة الدائمة إلا الله. وهم يقولون فيما يقولون إن عيسى مات، هم يعتقدون موته وأن اليهود قتلوه، ثم صار الحي والقيوم الذي قام به الكل، والميت لا يمكن أن يقومه فكيف يستند إليه قيام الوجود. بالأول إشعار بتجرد عيسى من خصائص الإلهية، ثم بعدها بيان أن تنويه بالقرآن وبالإنجيل وبالتوراة غير المحرفين، ثم تلويح إلى منشأ ضلالة اليهود وهو فهم المتشابه على غير وجهه. هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات، وأنهم أوخروا متشابه. وكان هؤلاء النصارى كانوا عربا، عرب اليمن، وكانت من شبههم ما سماه القرآن وما من روح الله وكلمة الله ألقاب لون من ألوان النجاة للمسيح عيسى، وقوله منه فتعلقوا بهذه الشبه اللفظية وقالوا هذا فيه دليل على أنه منه، وأرادوا أن يثبتوا لله أن يثبتوا لعيسى الألوهية وصلا بالله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمرة أحد أقانيم الثلاثة للإله كالعناصر ومنه، ومرة ابن الله تعالى ربنا عن ذلك، إلى غير ذلك من العقائد الضالة سجل القرآن في سورة آل عمران. نرجع إلى آية الوسط، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. سيدنا رسول الله من آل إبراهيم، لأن إسماعيل بن إبراهيم النبي ينتسب قطعا إلى إسماعيل فهو من آله. وآل عمران مريم وعيسى ويحيى وزكريا وعمران والده، والد مريم وحنة أمها، وتبدأ القصة في آل عمران أيضا. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح، أو الحديث عن أمها وهي تندر الوليد إذا جاء أن يكون خادما لبيت المقدس. فجاءت أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى. القرآن يريد أن يقول لهؤلاء إن آل إبراهيم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران ومنهم عيسى، كلاهما اشتركان في وصف الاصطفاء، إن الله اصطفى فهم مصطفون، وسلام على عبادي الذين اصطفى. اختوروا لمهمة من بينها تعليم الحكمة، وهم أيضا ذرية بعضها من بعض، وهذا يقتضي توثيق نسب القرابة بين الأنبياء، ومقتضى أيضا ولازم أن لا يطعنوا في نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يطعن اليهود أيضا في عيسى ونسبه. بسبب هذه القرابة كان مقتضى أن يكونوا على أبواب التحاب لا على أبواب التحارب والقصيعة. القرآن يدين هذه الألوان من افتعال الاختلاف من غير ما سبب. الله اصطفى هؤلاء أنبياءه، وهم ذرية بعضها من بعض،
ومناهجهم على سواء. إذن هذه الآية التي فيها الإدانة ترتقي لاسمها عنوانا سورة الأسرة الفاضلة التي هي كأسرة آل إبراهيم اللي هم بعضهم من بعض وكلهم اصطفوا بالحكمة التي ذكرت لعتا لكلهم سبق نفس المسيح ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسوله لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة منهج واحد وقيم متحدة وأصول الاصطفاء مضطردة. فلماذا إذن هذه الألوان من الشقاق والصراع والتنازع؟ إنها الأهواء. لابد إذن من صحيح المسار، والصحيح إنما بالعودة إلى أصول الحكمة، أصول الميزان. هنا حين نذكر الحكمة من أجل تجليتها نذكر نقائضها، الضغاضة الكبرى، السفة، الظلم، الجهل، خلاف العصمة. وإنما يضرع الجهل بالعلم، ويضرع العدل، ويضرع الظلم بالعدل، ويضرع السفة بالحلم، وتضرع هذه الألوان من الانزلاق بالاقتداء بأنموذج العصمة اعتداء لمنهجها. صحبة المعصوم تفيد كثيرا، الاستنان بسنة المعصوم تجعلك أيضا على سنن الصراط. إذن بدا جليا صلة هذه المعالم المذكورة في آية الحكمة بموضوع سورة التي هو سورة آل عمران المصطفون لمهمة تعليم الحكمة. قلنا تعليمها استنادا إلى الكتاب في منهج الخطأ، واستنادا إلى النبوءة في تقديم نموذج العزمة، لأننا إن نستقيم أحيانا برؤية المعصوم بالتخلق به، لأن النبي ما جاء ليعلمنا فقط الحكمة من فيه بل وبنموذجه. فجاءت هنا إدراج النبوءة ضمن معاني الحكمة، الحكمة يعني النبوءة، والحكمة بإزاء النبوءة تتمة، يدخل الخطاب أيضا والكلمة والموقف. فإذا انتقلنا في نفس السياق إلى آية سورة المواري وهي سورة النساء، نجد المختارات هناك والآية الموجودة فقط في سورة النساء، نجد آيتين صريحتين في بيان الحكمة وبيان مقامها، ويقول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والثانية: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. السياق القريب للآية الأولى هو قول الله تبارك وتعالى: فتحت المصحف ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وملعن الله فأدلد له نصيرا. أم لهم نصيب من الحكم فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس. ومستفاد من هذا السياق مع استحضار السبب وهو أن يهوديين هما كعب بن الأشرف وحوي بن الأخطب جاء إلى قريش إلى المكيين إلى كفار مكة، يعني يحاولون التحالف معهم حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتاط المشركون منهم ابتداء وقالوا لهم: أنتم يا يهود أهل كتاب ونحن أقرب إلى محمد، يعني لا نثق فيكم ولا نطمئن إليكم حتى تعترفوا بديانتنا.
قال ماذا تريدون منا؟ قال اسجدوا لأصنامنا. فسجد حيي وكعب بن الأشرف لأحد أصنام المشركين. شوف العقيدة اليهودية المتذبذبة، شفه اليهود أول ملامح مخالفة الحكمة وتجاوزها. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، وهذا إيمانهم، سجدوا له. والطاغوت هو صفة الشيطان لم أطاعوه. ثم زاد القرآن فبين كذبهم وافتراءهم، تدبيرهم العقائد وشهادة الزور. قال ماذا تقولون فينا ومحمد؟ يعني لو طلبنا مقارنة أينا أهدى؟ قال أنتم أهدى، وهم يعلمون أن محمد على صراط مستقيم. ويقولون للذين كفروا، أي يقول يبلغونهم لم تبلغ، يوصلون إليهم هذه العبارة، يقولون لهم هؤلاء أي أنتم أهدى سبيلا بمحمد. نفاق عقائدي وافتراء علني بحت مطلق. ثم يصفهم القرآن بصفتي سفه، سفه في العقيدة، وسفه في الشهادة، وسفه وغي في الخلق. يصفهم بالبخل والحسد، هذا شيء احنا نحتاج اليه، لان الاشياء بتجاه تتميز وتتبين. ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا، استفهام انكاري، وام هنا منقطعه ليست الوصليه، يعني بل أنا ليس لهم نصيب من الملك، يصف حالتهم هنا، لم يكونوا في تلك الحال التي خطبوا القرآن فيها في حال ملك ولا في حال، وإنما من عموم الناس. لم يكن لهم، وعلى فرض لو كان لهم فإنه لا ينتظر أحد فضلا منه لشدة بخله. أم لهم نصيب من الملك فإذا لو حصل أن كان لهم لا يؤتون الناس أي غيرهم نقيرا، هو مثال في القلة كما في الفتيل والقطمير، مثال يضرب للقلة، وأقل القليل نقطة النقرة في ظهر النواة، نواة التمر نقطة التي فوق ظهرها نقير، والفتيل الذي في الوسط، والقطمير ذلكم الغلاف لفافة داخل تمرة التي تلف النواة، وكلها أمثلة لتفاهة القلة وخفة الوزن والاعتبار. لا يؤتون الناس نقيرا، وانتبه هنا، هذا قمة بخل ويزيد، يبخل بما عنده على فرض وجوده، وينظر إلى ما عند غيره بنظرة الحاسد الذي يريد أن يسلب الآخر ما عنده ويضاف إليه. وإذا اجتمع هذين دل على شفح بلا حدود، لأنهم مجافون للحكمة غاية. وإذا قلت لك إنهم لا يحسدونك على فقط على ما أوتيت من مال، وإنما على ما أوتيت من فضل معنوي، يحسد النبي على نبوته، ويحسد الزكي على طهارته. ودوا لو تكفرون كما كفروا، لو تتسخون كما اتسخوا، فتكونون سواء في الوساخة سواء في الاعتبار، لا يريد أحد أن يكون مثلهم. أم يحسدون الناس؟ قال ابن عباس الناس هنا لأمري أو لأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتسمية رسول الله بالناس في مقام مدح بلا شك، كنعش والدي الخليل بالأمة، إن إبراهيم كان أمة، ومن معانيها فيه ما افترق في غيره من كمل الناس، مش فقط جامع للفضائل، الناس كان رسول الناس بدون إمامهم لا شأن لهم. أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله الذي هو النبوة والحكمة وما ذكر من نعوت سامية
هي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقيم القرآن الحجة عليهم ويلزمهم بأن هذا الحسد بأن مثل هذا الحسد لا داعي له على منهج القرآن في استمرار الدعوة حتى مع إعلان النكير، وأن الإنسان هذا المدعو وصل إلى قمة السقوط غاية السقوط، ومع ذلك تبقى الدعوة مستمرة لدى حكمة الكتاب. يقول تعالى انظروا إلى التاريخ، لقد أتينا آل إبراهيم وأنتم تنتسبون إليه الكتاب والحكمة، وأتينا بعضهم ملكا عظيما، وتعرفون داود الملك، وتعرفون سليمان الملك النبي، فكيف تخصون محمدا بهذا اللون من الوان الحسد؟ لما لم يكن منكم حسد لأنبيائكم وهم كانوا على نفس الصفة؟ أن يعري هذه النوازع أو هذه المنازع وهذه البواعث الرديئة الدنيئة. أن أتحسدون الناس على ما خصهم الله من فضله وهذا كان لأنبيائكم، فلما جعلتم محمدا في محل حسد منكم دون غيره؟ تخصص نوعا من إدانة عالية. ثم يقول القرآن فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يشير إلى أن الإنسان قد يصده عن الاعتراف هوى في نفسه وليس نقص في الذي بنيته، يشير إلى أن الإنسان من سفاهته التي جعله لا يختار الحق ولا ينصف هو قيام علة في نفسه من نوعها هو الحسد أو هو الحقد، فجعله لا يسلم ولا ينصف غيره. هذه الآية استفيد منها فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية سيقت إذن في سياق سبب آخر، استكثروا على رسول الله النسوة التسع، وهم يعلمون أن لداود 100 مكتوبة في كل كتبه، وأن لسليمان مثلها أو تزيد، فلما إذن مع وجود الفارق الكبير في مقاصد التعدد هنا وهناك؟ فكيف يحسدون الناس على ما وقد آتينا آل إبراهيم؟ إذن حين ما كان رسول الله بدعا من الأنبياء فيما خص به، سواء من فضل الاصطفاء أو من فضل ما خص به مما هو من شأن الأنبياء، ومع ذلك يغون التاريخ ويجعلون رسول الله وكأنه لحن نشاز في تاريخ النبوءات، يحصلون على هذا. وهذا قمة الشفاء ومجافاة للحكمة في مقام المقارنة ومقام الموازنة ومقام الشهادة. ثم إذا جئنا إلى الآية الثانية في نفس الصورة، ويقول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك. فيه تعليل النبي صلى الله عليه وسلم ما منح من العصمة والنبوءة جعلته بعيدا عن أن يتأثر بهذه الألوان من القصد الذي يرمي إلى محاولة صرفه عن الحق ومقتضى الحكمة. واستحضار السبب يعني يجعلنا قريبين من الفهم، لأن معرفة السبب طريق قوي في فهم المسبب كما يقول أهل العلم بالأسباب الكتاب. هنا مسبب الآية هذا علماء التفسير ربطوه بقصة أحد بني ظفر قبيلة من قبائل العرب، هذا أحد منهم سرق درعا ثم وضعها في جراب دقيق، خرقت هذا الجراب فانسرب الدقيق، لم يشعر بهذا اللون من الانسراب، فخبأ هذا الدرع الذي في الدقيق عند أحد اليهود اسمه ابن السمين. فلما طلب بي قال ما عندي، أنكر، فتتبع الناس أثر الدقيق فانتهوا إلى بيت اليهودي الذي وضع عنده هذا،
فوجده عنده فقال هذا لفلان، وصدق قال هذا لفلان وانا لشيء. فأنكر حين قمت عليه، وجاء بن ظفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يقف موقف النصير لهذا الظفري، رغم أنه هو الجاني وليس اليهودي. وكان أن بين الله الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وفي قولنا بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل هو إراءة وليس مجرد رأي، إراءة، بينما الرأي منا هو رأي اجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ. لكن هنا في ذلك السلام والخطاب قال لا يقول أحدكم إذا اجتهد أراني الله، وليقول رأيت. وهذا أيضا من الحكمة، لا تقول أراني الله يعني جماعة عندك تأكد، وإنما تقول رأيت وغلب على اجتهادي. وهذا الذي تجدونه في كتب الأئمة، فمالك يكثر من قوله وأرى وأرى، انظرها وتتبعها في الموطأ كثير في الفتاوى، أرى ولا يقال أريد. فهذا أيضا من ألوان الحكمة في مسائل الإفتاء والانضباط والاستنباط. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّنت الآية بأنه لم تؤتي في هذه الألوان من محاولات الاستعصاف واستنزاله ليكون في صف الخائن أو كذا. لماذا؟ لأنه في محل العصمة. وذلك هذه الآية أدرجت ضمن آيات الدلالة على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه. إن كادوا، أولا الكيدودة تدل على قرب دون وصول، إذن لم يحصل، قل كدت أفعل معنى ما فعلت. والذي وإن المودن بالشك صحيح زاد الأمر في الاحتمال الضعيف، يعني دخل في الاحتمال النادي، إن كادوا ليفتنون وما حصل. هذه آية أيضا صريحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله من عليك بالعصمة والحكمة وإنزال الكتاب لكنت في محل الفتنة. إذن هذا فيه إرشاد لنا إلى أن الحكمة سواء كانت عصمة كاملة كما في النبوءة، وكانت مستفادة من جهاز النبي أو كتابه ورسالته، فإنها تجعل صاحبا في محل الحفظ والصيانة من أن تؤثر عليه ألوان الصرف والفتنة لينزلق ويخرج عن منهج الوسط. لولا فضل الله، يعني أننا لولا في اللغة شو اسمه زي حرف امتناع لوجود، امتناع لوجود اللولا، لا يمتنع جوابها لوجود شرط. لولا فضل الله عليك موجود وممنوح لك وموهوم لك، وهو الخبر محذوف لأنه يكثر حذف الخبر فيها، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. لولا فضل الله عليك، وين الخبر تفضله محذوف، هذا غالب وجوبا، ولكن أحيانا قد يصرح به إذا كان لم يكن كونا عاما ما كان كونا مقيدا، وهذه اللي في القرآن وفي السنة كثيرة. ولولا فضل الله عليك ورحمته موجودان وقائمان وموهوبان لك وصفت لهمت، هذا هو الخط، لهمت طائفة منهم. إذن الهم هذا في محل المنع، في محل الانتفاع، احنا امتناع هذا الجواب. ما همت ماشي ما حصل الفعل، ما حصل الهم، معنى بأنهم هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ليس في محل أن يؤثر عليه، فهم إذن حتى الهم وعزم منهم يلغونه. فإذا خطر لهم خاطر فإنهم لا يمشون مع الخاطر إلى غايته، لعلمهم بأن النبي لا يمكن أن يتأثر له. وهذا نستفيد منه أن الإنسان إذا استفاد من الحكمة وتشربها تمثلا فإنه يصبح بعيدا عن نزغات الشياطين ومحاولات الكائدين، بل حتى الخصوم قد يعترفون بأنه لا سبيل إلى فلان، فلان نقدر على محاولته، لما يعلمون من صريح حكمته واستقامته. قال تعالى على فرض أنك حكمت بالظاهر ما بدا لك، هذا الافتراض الثاني أيضا، وهذا الافتراض الجوي للقرآن لبيان يعني البعد النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام الفتنة وتأكيد وصفه بالعصمة.
وما يضلون. لو على فرض لو قلت لهم وجريت على ظاهر الحال وقلت بأن فلان يظهر أنه هو الجاني والآخر هو البريء، بعد ما يضرونك، لأنه تقضية النبوة تجري على الظاهر، وهذا في سيوط رسالة في أحكام النبي تجري على الظاهر. ومثل له يقول صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم أن يكون ألحن بالحجة من خصمه فأقضي له على نحو ما أسمح، فإنما أقضي وإنما يتعبط نارا. لأن الأقضية هي في الحقيقة ينبغي أن تكون على ما في نفس ما في الأمر، في نفس الأمر من بيان الحق، النبي صلى الله عليه وسلم يجري على الظاهر. وما يضرون إلا أنفسهم لأن وبال ذلك عليهم وهم يعلمون الجانية والبريء. وما يضرونك من شيء هكذا بهذا الاستخلاف الكلي. ثم يقول تعالى في بيان علة العصمة: وأنزل الله عليك، أي لأنه أنزل عليك. فكان الواو في مقام العلة، هذا فيه أسرار خفية، لأن الله أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن هنا أخذ هذا المنهج، قلنا بأن الأخذ بالحكمة يجعل صاحبها في محل العصمة إن كان نبيا أو في محل الحفظ إن كان وليا، ويجعله بعيدا عن أن تنال منه الفتن من فاتنين يقصدون إغراءه أو إضلاله أو استنزاله إلى مرادهم ضدا على مراد الحق ومقتضى الحكمة. ونتساءل علاقة صلة هذين الآيتين بموضوع سورة النساء. دائما هنا غرضي هو أن تنتبهوا إلى أن عناوين سور إذا كانت توقفي وأسمعها مداخل لاستكشاف موضوعاتها، ونستعين أيضا بمطالع والمقاصع لنستفيد أيضا. هذه سورة النساء تسمى بسورة النساء الكبرى، تميز لها عن سورة الطلاق التي تسمى بسورة النساء، السورة في لسان بعض أهل العلم، وإلا في سورة النساء كذا سميت في لسان الصحابة. وهي حقيقة تعرض لأحكام النساء، لماذا النساء ولماذا تخصص صورة؟ لأن المرأة وخصوصا القرآن اخترنا هذا الاسم، ويقول سورة المرأة اعتبار الجنس، وإنما هذا مفرد المرأة وجمعه النساء، اسم جمع لا واحدة له من لفظه، كما تقول أهل وقو، ولا واحدة له من لفظه، لا واحدة له من غير لفظه. وذود الجمال، واحد جمل والجمع ذود، وكان جمال عندنا ولكن يجعلون له اسم جمع كما جعلوا له الجمع. اختير له النساء لأن من بين دلالات اللغة في لفظ النساء، نساء فعال أي منسوء رباط مربوط، والمنسوء كالنسي بمعنى المؤخر عن مقام الاعتبار. استصحابوا هذا الاسم الذي كان لهم، لأن المرأة فعلا انتهت في الوضع الجاهلي إلى أن تؤخر عن كثير من حقوقها، ومنه نسأة والمنسأة العصا التي تؤخر به الشيء أو تدفع عنك. إذا كنا نقول بالاشتقاق من اسماء الجمع، هذا مذهب لبعض اللغويين في اشتقاق حتى الاسم الجامد، الشقاق والاشتقاق من وحيد، هذا مذهب ابن دريد رحمه، ويفتح باب لكثير من الفهم. يقول لك مكة اسم أعلام، يقول لك الأعلام لا تعلل، الأعلام أحيانا خصوصا تكون من هذا النوع، خصوصا أسماء الصغار وأعلام وعلاه، لابد من أن نهج في هذا النهج الفهمي في أصولها. مكة من المك الذي هو ضغط أو الزحام، وفعلا قال لي واحد وجدت الزحام في مكة، قال الزحام في اسمها، في اسمها
مكة تريد أنت تريد مدينة يعني لا تحمل حقيقة اسمها يا مكة، لأن فيها هذه لخطب الناس، وقيل أن تمك فيها رقاب الجبابرة إذا أرادوها بسوء في بعض بعد، وإلا في مكة وبكه منها وهو المطاف، بكه هو المطاف لما نقترب أو هو مكان الذي وضع فيه البيت، والمطاف محل ازدحام بالقطع، وما خلا مطاف في مكة. إذن النساء كنا محرمات مؤخرات عن كثير من حقوقهن، فالبنت تؤد صغيرة خشية العار حينا خشية الفقر حينا، وتعضل زوجها القرآن لا تعضلهم، وتمنع من الميراث أما وأختا، وألوان من تأسف في شأن المرأة في الظهار، ظهار أدركه الإسلام فعلا جاهليا، ولذلك أنكره غاية الإنكار الرجل، يعني لا يريد يعني بقى في يقول أنت حرام عليك أنت عندي كأمي دا، وهي القرآن ينكر الذين يظهرون ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولد لهم، القرآن يصحح للجاهلية بالحرف بالأبجديات، أمك هي التي ولدتك لما تلحق بها زوجك لما تقلب الحقائق، ثم وإنهم ليقولن منكرا من القول وزورا، ثم يشرع الله حلا للمشاكل إذا حصلت حتى على وجه الجاهلية فينهم يضع حدود لتجاوزها. جاءت هذه الصورة تفتتح بشأن نري في شأن النساء لترد الحقوق إلى أصحابها، وعين الحكمة الإلهية المتجردة التي لا ترى في المرأة إلها كما قد نجده عند بعض الحضارات الذين أله المرأة تجد في صور معابده، والذين جعلوها من سقص المجح الإنصاف والوسطي طواحد. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة في المرجع واحد، خلق منها زوجها وبث منهما معا، كأنه تأكيد على الاستواء من الابتداء، ثم حين يقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام التي نشأت بسبب التزاوج، لا يمكن يكون هناك رحم أخوة أبوة من جهة الجد من جهة الأم من جهة الآباء أخوالها أولاد أعمامها أولاد إلا بالتزاوج، ومدرك أن تعالى في المنة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا أي ذكرانا وصهرا أي إناثا، فهذه المصاهرة التي تؤسس الرحم، تقوا الله الذي تساءل الأرحام أن تقطعوها، تقوا قصيعة الرحم، والقصيعة تبدأ من الإساءة إلى هذا الرحم بإبعاده عن حقوقه، في ذلك يجدون في سورة النساء حيث عن الميراث، توصي نجد نص ولكم نصف ولهن نص، وتجد الخاتم يستفتون قل يفتيكم في الكلالة ومن صورها إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد، الكلالة الذي لا ولد له ولا والد، لا ولد ولا والد كلالة، وله أخت كانت تمنع لا ترج فلها نصف ما ترك، نقلة كبيرة جدا إنصاف عالي، وفي الوسط تجد حديثا عن معالجة النشوز إذا حصل من الزوج، ما كان الجاهلي ينزل إلى مستوى مصالحة زوجي وإدخال الحكمين والنظر بعين الاعتبار في جوانب التقصير من الطرف الجهتين، إلى صور الأنكحة والعقود وتنظيمها في الصورة، فهذه الصورة حرية بأن تسمى صورة النساء، أي رد الاعتبار لهن، صورة رد الاعتبار للنساء وإنصافهن في مقامات الحظ ومقامات تجاوز الحدود فيهن ومعهن.
بقير يقول صيلالي هذه سورة النساء بإرادة الحجيج عن الحكمة. بالله عليكم لما حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كان مرمى سهامهم؟ بمعنى أن الحكيم هو يحاول أن يرد الأمور إلى أنصبتها، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على إنصاف المرأة نظرا لأنه جاء لإقامة الميزان. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ولا قيام لهم بدونه. فقولوا صلى الله عليه وسلم رفقا بالقواري إنهن عوان عندكم أتضرب وتضاجع. ينتفض غضبا لهذه الأول من تصرفاته الجاهلية. لطم جارية، يا رسول الله لطمتها، قال حررها، يعني لا يفكك إلا أن تحرر، تحرير مقابل لطمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون فعلا حقا نصير أمه. نصير أخته، نصير عمته، نصير ابنته، وهو النبي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم كما في قراءة شدة تفسيرية. وأزواجه أمهاتهم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم كالوالد، حديث في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقيم الميزان الذي انحرف، ويأخذنا عن حافز السعير بسبب هذه الألوان من الأخطاء في المسير، ما ماشي بطريقة غير سالكة. لابد أن يراه أهل النقص بعينهم التي يرون بها. هذا أهل النقص. إذا تشكم دمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني أكمل. اليهود يتنقصون النبوءة لأنهم يرونها بعين النقص الذي هو فيهم فيحسدون. يرون النبي يريد أن يصلح الأوضاع وهم إنما يعيشون في الظلام الدامس حيث الانحراف. وهؤلاء الذين جاءوا في آية أخرى يريدون من صلى الله عليه وسلم أن يكون مدافعا عن الذي ينتسب إليهم ضدا على اليهودي، مع النبي صلى الله عليه وسلم سينصف حتى اليهودي. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصم لليهود لأنهم يهود، أو للنصارى لأنهم نصارى، أو للمجوس لأنهم مجوس. لا، لأنهم انحرفوا عن الصراط، فهو خصم للانحراف الذي هم عليه، وليس خصما لكونهم أناسي. فهو نبي جميل. وكم في الصحابة شيء من يهود ونصارى، يعني أسلموا وحسن الإسلام ونقلوا في الشريعة. وتذكرنا أحدهم جمع من كان من اليهود من النصارى فبلغوا 30 ونيف من اليهود الذين أسلموا وحسن الإسلام. وعظمة النبوءة في لزومها صراط الحكمة، إن فيها حيف لجنس ولا لون ولا شبار هون، وإنما للحق الخالص المحض. وهذا سنن المعصوم صلى الله عليه وآله. فإذا بدا بعض تناسب أو صلة من موضوع الصورة الذي يريد إقامة الحقوق خصوص النساء على الميزان والحكمة، وآيات الحكمة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم محسودا على الفضل الذي أوتيه صريحا وهو الحكمة. أم يحسدون الناس على آتاهم فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة كما آتيناه الكتاب والحكمة، فهو محسود للحكمة التي أوتيها. وهو يقيم ميزانها في نص المجتمع الذي أهدرت حقوقه قياما على الميزان. وهو صلى الله عليه وسلم ينتصب نصيرا ليس للخائنين، ولكن للذين اعتسف ضدهم وقال حسف عليهم. تقول للخائنين خصيما. ولولا فضل الله عليك بالنبوءة ورحمته لك بالعصمة لهم أولئك الفتانون أن يخرجوك عن صراط الحكمة
ولكنها منة الله السابقة عصمتك وحفظتك وشدتك على خط الطريق المستقيم. ولو حصل على افتراض القرآن لمزيد انتفاء لهذه الصفة، دفع لهذه الصفة، لما ضرك ذلك، لأنك على خط ظاهر الاجتهاد، وهذا فيه مبحث يعني يعرفه الناس، هل للنبي أن يجتهد؟ وهل هو يعني ليس له أن يجتهد؟ وإذا اجتهد هل يقر على خطأ؟ هل يجوز على الخطأ؟ هذه مباحث أصولية فيها دقة، ولكن نخلص منها بمنهج الوسط. النبي قد يفتح الله له باب يتركه ليجتهد، ولكنه لا يتركه، يخرج على الحق الاجتهاد. لو حصل منه فإنه يحصل التعقيب ساعتها، من جهة لبيان بشريته صلى الله عليه وسلم، من جهة لسن الاجتهاد لأمته. اجتهد وأشرف على الاجتهاد وخرج المجتهدين في منهاج الحكمة، وهذا من الحكمة التي كلف بتعليمها ويعلمهم الكتاب. والحكمة كيفية الفهم فيه، كيفية إلحاق الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر. ثم تصلوا علينا آيات الحكمة في سورة الموالية، سورة المائدة، وفي آية واحدة، آية واحدة، يقول الله تبارك وتعالى: اقرأ وإذا علمتك الكتاب. والحديث هنا عن عيسى في سياق منة عليه هو بها. لاحظ الفرق، الله يمن علينا برسوله قد من الله على المؤمنين، وهنا يمن على عيسى نفسه: وإذا علمتك الكتاب الحكمة. فرق ما بين النبيين وفرق ما بين الأمتين. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة، في سلسلة منح ذكره الله بها فضيلة. ولن يستفيدوا بخصوص الحكمة أن الله الذي تولى تعليم الأنبياء علمتك أنا. والحكمة هنا تسمو بسمو مصدرها، كما تسمو بسمو جوهرها، كما تسمو بسمو أثرها. لاحظوا هذا الثلاثي ضروري في المعالم. الذي حكمة علم راقي، من أين أخذته؟ ولا من هذه الجهة، من هذا، فيسمو بسمو مصدره. يأتي أحد في قرية المعرفة من أجل وحجيت بها من هنا، فينظر إليه فإذا هو راقي المصدر. ثم أثرها في دفع الفساد، الحكمة منع فساد وإقامة إصلاح بدله، أثرها هو أيضا يدخل في تقويمها. فإذا سما مصدرها وسما جوهرها في ذاتها وسما أثرها ظلا لها، كان الكمال من هذه الجهات الثلاث. حزت الحكمة شركا. وإذا علمتك الله المعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وكل هذه الألوان من الحكمة يكون فيها التعليم من الله بالنسبة إليه المباشر بالإلهام وإنزال الكلام وحي الكلام، وبحال بالتسبب، لأن أحيانا يكون النسبة إلى الله تبارك باعتبار خلق السبب، لأن السبب يرجع إليه. لكن لقصور نظرنا نحن نرتبط بالمباشر، تقول أنا فعلت هذا الشيء والذي كان وراء كذا وكذا. والله وسورة المائدة عنوانها الوحيد على الصحيح، وإن كان البعض يسميها بسورة العقود لأنها صدرت بها الذين أوفوا بالعقود، لكن هذا الاسم متأخر، الاسم الذي ورد عن السلف في مصاحف وفي كتب السنن الصحاح هو المائدة، لأن فيها معجزة إنزال المائدة، هبة مادية طلبها الحواريون لتكون آية لهم تدل على شيء، أولا بشاهد على غيب، وبكرامة المستصحابة يتخذون ذكراها متجددة عيدا لهم لأنهم على صلة. الحواريون الصحابة بالنسبة لرسول الله صادقون من أتباعه، فلذلك لا نذهب مذهب الذين قالوا إنهم حين طلبوا من عيسى بقولهم هل يستطيع ربك أن يكون في جفاء، أبدا، كان غاية أدب
يستطيع أن يفعل، وهذا وارد في كثير من أن يتقدم مع شيخك في رواية في صحيح الموطأ، جاء أحد إلى الصحابة قال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان يتوضأ رسول الله؟ شاب يقول لأنس: هل تستطيع؟ هو يعلم أنه هذا شيء يسير، معناه هل يسع، هل يمكنك، هل تفعل؟ ولذلك قرأ الكسائي تفعل لكل هذه الأشياء: هل تستطيع ربك؟ والقراءة سبعية متواترة. هل تستطيع ربك أن ينزل علينا، أي هل تستطيع أن تسأل ربك؟ فهم يريدون هل هذا السؤال المادي يعني لا ينقص من صلتك بالله، تستطيع أن ترفع هذه المطالب إلى ربك؟ هل تستطيع ربك، أي أن تسأل ربك أن ينزل علينا؟ سألوها فنزلت على الصحيح، الذي لم ينزل، يقول: إني منزلها عليكم والوعد من الله لا يخلف. والطريف في السورة أن فيها آية المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكمال الدين، والذي قال في عمر: لو عندنا، لو يعني نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة، حين قالوا اليهودي: لو علينا معشر يهود نزل اتخذنا يوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. وين كان؟ في سورة المائدة. فهي تضعنا بين مائدتين، مائدة معنوية تتمثل في كمال الدين والحكمة وتمام المنة علينا وعلى نبينا وأمته، ومائدة للطعام، مائدة مهما تكون فيها غذاء للجسد. بين مائدة مائدة انتهت وتلاشت، اتقال وزعيم لا يعلموا لا بقية ولا أثر، ومائدة لا تزال مستمرة، وقد تكون لنا عيد لأولنا وآخرنا، يعني آخرنا قبل البعثة، الموصول ببعثة النبي، عيد تكون لنا أي ذكراها، ماشي هي نفسها. فهذا ليس طلب لتخليدها، هم لا يعلمون أنها ستخلد، تكون لنا عيدا، هي تكون لنا أيومها عيدا. فهذا من باب الحج، لا بد من تقديرها بدليل لأولنا وآخرنا. فكانوا يتخذون يومها عيدا، ولعلهم يقولون هذا الفصح، الفصح يوم الفصح، أو كذا عند اليهود والنصارى، لأن عيسى هو نبي بني إسرائيل وكانوا يتنكرون له، هذا نبينا. قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فذلك هذا الذي نراه اليوم من نزور غريب، في فرق بين يهود ونصارى، لاحظت له، هذا من الأمر العجب عند مصارع الكتاب. سورة المائدة، مائدة الحواريين التي اتخذ يومها، وسورة مائدة الأميين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي والأميين، لقب شرف الذي لا عهد لهم بكتاب، بل ختم لهم بأجل كتاب المراد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيها تنويه بعظيم ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم ضمن السورة: يا أيها الذين آمنوا، أي بمحمد، أوفوا بالعقود، أي كلها بما فيها العقود المشتركة في أصول الإيمان وأصول المكارم والأصول التي يصدق الأنبياء بعضهم بعضا فيها مصدقا لما بين يديهم. وقد سبق بيان أن الحكمة تتعدد بتعدد متعلقها، فلا مجالات في قسم الاعتقاد تدل على علم العقائد بيقين، تدل على العلم المتصل بالمطالب العالية بيقين، وفي جانب التهذيب، تهذيب النفس، الأخلاق التي انتهت إلى قمتها بيقين، وفي علم المعاملة التي تدل على القسط في باب التعامل في الأبواب كلها. فله جوانب في الأحكام، في تهذيب النفس، في علم العقائد.
وهي في الشريعة تمثل شريعة الخاتمة كل هذه الجوانب. ويعلمه كل شيء. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذن الله. من عليه بالحكمة ابتداء وبالرسائل التي نزلت إليه خاصة وهي الإنجيل، وبأصلها الذي هو التوراة، لأنه مصدق لما بين يديه من التوراة، لما بين يديه من التوراة ومبشرا. وفي أيضا مما أضافته المسيحية تخفيف عليهم من الآثار التي كانت خاصة بهم نكاية بهم. أحل لكم بعض الذي، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم به. فيها شريعات تخفيف، وفيها تصديق، وفيها بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاشي في النصرانية في رسالة الإنجيل. ثم نستمر في ذكر الآيات، آيات الحكمة نصا في سورة الموالية، وهي سورة النحل، وبعدها سورة الإسراء. نحن الآن نخطو خطوات فيها بعض السرعة لنصل إلى ما فتح له المجلس، وهو سورة لقمان الحكيم. سورة النحل مع سورة الإسراء نجد في ارتباطهما هكذا نظما في القرآن، نحل وبعدها الإسراء مباشرة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سورتان متجاورتان، وسميهما سورة الشفاء، سورتي الشفاء. ففي سورة النحل ومن عنوانها الإشادة بما تصنعه النحلة أو يصنعه النحل من عسل الشفاء. وفيها وأوحى ربك إلى النحل يعني التخيري إلى أن قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. وفي سورة النساء، في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهذه سورة شفاء، أي شفاء الأبدان وشفاء الوجدان، شفاء الأديان، شفاء الروح. سورة شفاءين مقترنين، وفي كل منهما عافية وكمال، وكلاهما فضل من العلي المتعال، وكلاهما مدده الوحي. أوحى ربك إلى النحل فكان من آثارها شفاء، وننزل من القرآن وهو وحي ما هو شفاء. فإذا مصدر الشفاء الذي هو أثر العافية أو سبب العافية الوحي. انتبه، وحي إلهام، وحي كلام، وحي نظام، تفصيلات ما هو وحي. وحي إليه وأوحى ربك. ولا تسأل عن الوان الأشفية في عسل النحل، واسأل الأطباء، واسأل الأعشابين، واسأل أهل التجربة، حتى إنهم الآن وفي العصر الآن يعني في الألفية الثالثة يرجعون إلى القرآن يعني بواسطة وبدونها ليقولوا عجبا كيف أن القرآن رتب أنواع العسل ترتيبا لا يخرج عن الحق. كيف يخرج عن الحق وهو كلام الحق جل في علاه؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فدل على عسل الجبال أولا، ثم عسل رؤوس الشجر في الغابات، ثم على عسل المرابع، عسل الصناديق التي تضع على الأرض، ومما يعرشون. ثم قال تعالى يخرج من بطونها شراب. والآن البحث في أن النحل ليس له بطن واحد، له بطون متداخلة، فبعضها يخرج الشمع، وبعضها العسل، وبعضه العنكبر الذي يجعله مادة للصيانة وفيه شفاء خاص غريب.
ومواد أخرى يسمونه منتوج الخليج وكبيرة جدا. هي تأمل في آيات الله. والنحلة هذه مثال الحكيم الذي ينتقي فيما يستفيده ثم يصنع منه أجل منه. عندنا أناس يعني يأخذون الأجود ويحيلونه إلى أرض، وهذا ليس صناعة حكمة. وسيجيونا إن شاء الله في سورة لقمان أن الاختيار السفيه يدل على فقد الحكمة، فكيف الإنتاج السفيه من مواد راقية قمة شفاعة، إضاعة إهدار. قال كنت النحلة بني لا تكسر عود شجر ولو قل عود. ما يقول النحلة أحلى في غاية الدقة والنحولة خفة، ثم وهي تأخذ الرحيق أبدا لا تتلف وردة بل تحار أي شيء أخذت. انظر النحلة ثم تنظر وبالمجهر فتجد أخذت شيئا قليلا عاد كما كان لمجرد رحيلها. تأخذ اليسير وتصنع منه الوفير بعجب، غاية في الغرام. ثم شراب مختلف ألوانه صدقية النحل، وهو من الحكمة مثال الحكمة. النحل حين يرعى في مواد حمراء أصول حمراء يجيء العسل الأحمر وتميل إلى السواج كذلك. انظروا في عسل النوار الأزير أكليل الجبل أبيض كأنه التفاح أبيض وناصح، في عسل الساتر أسود، في عسل الدخموش بين حمرة وصفرة. حتى قابل العلم أن هذه الألوان إضافة إلى صدقيتها في المراعي في الدلالة على المرعى صدقيتها في الكشف عن الشفاء، أمر غريب. حتى إنهم الآن يرصدون الخصائص من خلال الألوان، خصائص النوع العسل من ألوانه. وإذا نص القرآن ألوانه مختلف ألوانه، انتبه لأن اللون هنا ليس صبغا سطحيا كما نصنعه نحن لتعريفها صبغها بصبغة مخالفة، قلاز هذا صبغ يدل على الوظيفة، أصباغ تدل على الوظائف. وهذه أيضا حكمة في الوضع لإله العلي، لأن النحلة جواب وحيدنا تتصرف بوحي الله، قمة حكمة. الذي كان يعلم الحكمة حتى علمها للنحل فيا لهذا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، كل ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تجده في الكتاب، في أشفية لعلل كثيرة أصولها هي دفع السفة جميع أقسامه جهلا وغضبا. الذي يتربى بالقرآن ويتزكى به أبدا ما يبقى على نعج السفة الذي كان فيه، وهذا من كرم القرآن. إنه لكتاب كريم، إنه لقرآن كريم، قال يفض على صاحبه فيخلقه فيؤجبه. حين تختلط أنفاسك بالكتاب لابد من يسري فيك أثر نوره، وهذا بين واضح. الآية الأولى التي هي من سورة النحل في مقام الحكمة قول الله جل في علاه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نأخذ منها من المعالم على أن الحكمة كما تكون عصمة تكون علما انتهى إلى قمته رسوخا وبيانا وارتباطا بالمقاصد وفهما في الأحكام، تكون أيضا أسلوبا من أساليب الدعوة. هذا يدل على أنها تختلف، أن الحكمة تجيء أسلوبا في مقام البلاغ إلى جوار أساليب أخرى وتجيء في قمتها، وهذا دليل مجادتها، مجد تمجيد للحكمة.
قل الله تعالى نبيه ادعو إلى سبيل ربك بإحدى ثلاثة، يعني ادعو غيرك إلى سبيل الله الذي هو الإيمان والإسلام والحق والرجوع إلى الاستقامة، ادعو إلى هذا السبيل طريق الموصل إليه كما سمي صراطا مستقيما نهج المفضي إليه، ادعو إليه إلى سلوكه بأساليب ثلاثة: حكمة وموعظة موصوفة بالحسن وجدال بالأحسن. الحكمة لا تحتاج إلى قيد لأنها هي حسنة بنفسها، هي وهذا من كمالها، لو قالوا هذه حكمة إلا بلغت قمة سموها علما وتطابقا مع الحق، فإذا لو قالوا كان هناك حكمة حسنة حكمة حسنة استغنت عن القيد. ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الحلم لدين الحكمة، قال الحكمة لأهلها هو أن تدعو بمنهج التعريف بالحكم ومقصده وغايته بما يقيم الدليل برهانا يدرأ الشك والشبهة وكل مشوشات أو شوائب اليقين. حين تريد أن تعرف بسبيل الله لا ينبغي أن تعرف بها بجهل أو علم كجهل، تمام الحكمة. أما الحكمة نوع من العلم بلغ قمته، وهذا يحتاج إليه الداعي حين يكون بين يدي من يعطون الأولوية للفهم. أن أصحاب العقول حين تخاصمهم لا بد من أن تقدم لهم دعوتك من خلال هذا الأسلوب لأنهم لا يقبلون غيره. إذن أصحاب العقول يخاطبون في الدعوة بالحكمة، أي باليقين، أي بالدلائل، أي بالمطالب العالية. قال أهل العلم أصحاب القلوب، نصر يعرفون هذا في المدارك، لا بد من أن تراعي مدارك المخاطب. الموعظة الحسنة لأصحاب الوجدان، كثير من العامة أصحاب وجدان لو تعظه وترققه وتقرأ قصة وهي صحيحة أيضا فإنه يستطيع أن تنفذ إلى قلبه بالهداية. وكم من ناس يهتدوا بالكلمة وبالقصة. الموعظة أي لون من ألوان الزجر عن شيء يقيم عليه المزجور، بالك هذا قلنا تنويع الحكمة باعتبار المدعو ومقامه. ولذلك وصفت نوعية تنوع وقيدت بالحسنة لأن المزجور الموعوظ يكون في مظنة أن يساء إليه، حين تريد أن تزور واحدا مقيم على خلاف الحكمة الشفاء، فربما تستعمل من أسلوب الزجر الذي لا يوصف بالحسن، يكون في شدة، كنت تقول له قولا غير لين، ولا تراعي أحيانا ظروفه. من النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعظ أن ينبه الصحابة إلى ما ينبغي أن يكون عليه الواحد بالنسبة للعربي الذي بالغ في المسجد، فقال لا تزلموه، أنا لا تزعجوه فيتحركه في حاله تبولي فيزداد الفساد عليه، يزداد بقعة تنجس تتسع بدلا من أن تقصر. وقال له أنا أهرق عليه سجلا من ماء، وقال له يا عربي إن هذه المساجد لا تصلح إلا لثلي وإلا لذكره لأسمى هذه شيء من هذه القادورات، فقال اللهم ارحمني فهم الله. موقف الصحابة منه إرادة وموقف رجل قال اللهم ارحمني وارحم محمد. قال تاني إذن بيصح لي النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة أخرى فقال حجرت واسعا يا رب، شيء واسع ورحمة الله قصرت علي وعليك. يقول لا، وهذه خطأ عقائدي، واحد يرجع للسطر. ما له هذا الاستكبار الدعوي، حجرت واسعا يا رب، هو أصلا عربي ليس محل أن يزجر على هذا النحو. والموعظة الموقظة
المنبهة بشرطها حسنا، والحسن يكون حسن أداء، كلا تخصبه بعنف، خصبه بلين، وأن تبدأ بالأهم في أخطائه، التدرج معه أيضا. لا تبدأ تقول له كل شيء، أنت لست على هدى من وإلى، هذا لا يحسن فيه، يقول لك إذا لم تكن فأنا سأستمر على ما أنا عليه. ومن حسن الموعظة أن تختار لها زمانها وظرفها وحال صاحبها المخاصم، لا بد من تحري ذلك بالقدر الذي تسع له طوقك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا بد أيضا من نطع الهوامش حتى لا نضيق على الدعوة في الصباح، لا أحد يستطيع أن يدعو. ذات يوم حصل لي أنا، قال لي رجل من أشداء، قال وجدت رجلا حدثهم فتاه ويتذكران في مسائل مريبة، هو يرتعد. وقال قريبا من البيت من بيته، أنا قلت له ماذا ستصنع؟ قال أنا سأصعد إلى البيت وأجيء بعصا غليظة لا تبقي ولا تذر، ثم أغير المنكر بالذي يحصل وقد تكون مفاجأة. قلت له هذا لا يحسن التغيير، هل تستطيع أن تتحيل الفرصة لذلك الشاب؟ تعرف أنه يكرر هذه الأشياء؟ قال إيه. وتعرف أنه يكون وحده أحيانا وهي تكون وحده. فقلت له استعد لتحيي منهجا نبويا في الحكمة الدعوية، زوجك المستقيمة الملتزمة سلط على هذه، تدعوها منفردة، ودعو أنت هذا منفردا، ولعل الله أن يحجز بعد ذلك أمره، وتواصل وتكرر وبالأدب الكافي، ولا بد أن وإمكانك أن تفتح معه موضوعا أن تكون صلتهما على الشرع وتعينهما إلى أن يستقيم عليه. فاستصعب الأمر، قلت له هذه الدعوة هكذا تكون صحيح؟ قال نيمان أفرق رأسهما وإلا لا أستطيع. أقول هذا استعجال وانفعال يجافي الحكمة ويجعل المواعظة تنقلب من حسن إلى سوء، وإذا أصبحت مواعظة سيئة فيكفيك هذا النعج، فلن تبقى ودعو إلى سبيل ربك كيف. ثم الجدال بالحسنى لا لدى القلب الذي يريد المعرفة الحقيقية، ولا لدى يريد المواعظة، ولا لدى العقل الذي يريد الحكمة، وإنما لواحد يريد رفع الشبه التي هي عنده، ولا يعتبرها شبه، يعتبرها ربما يقينيات أو أدلة، ويريد أن يحاورك ويجادلك، قل دليل بدليل وكلام بكلام. فلا بد أن تجادله وبأحسن من جدله هو، بالتي هي أحسن، لأن المفضل عليه هو هذا الذي يجادلك. فإذا كان يخاطبك برفق فكن أرفق منه، بأدب فكن أكثر أدبا منه، بالتي هي أحسن من أسلوبه من تكون دونه. فهذا نعج رديء بالنسبة للداعية الذي ينتسب إلى الله وينصب نفسه على هذا السبيل. ادعو إلى سبيل ربك، شرف الدعوة ليس سهلا ولا يمنح لكل. هذا إذا اعتبرنا هذا التعدد بالنسبة للمدارك، ما إذا اعتبرناه بالنسبة للموضوعات، بمعنى أن مدعوك قد يكون بصدد بيان حق شيء يتعلق بالمعرفة، فلا بد أن تعصيه المعرفة التي نعتها الحكمة، والحكمة الدليل المحكم الذي يقوم عليه برهانه، يقوم عليه الدليل البرهان. وقد لا يكون مدعوك يحتاج إلى نوع من العلم، بل يكون يحتاج إلى نوع من الزجر والرفق، ربما يعرف المسألة ولكنه ضعيف في الإرادة، فانحرافه سلوكي وليس عنده أخطاء تحتاج إلى معرفة الحكمة، بل عنده أخطاء سلوكية تحتاج إلى تقويم برفق. تجيء فتقول له هو يعرف
الخمر حرام ومضر، ولكنه يضعف فيه تناوله، وتريد الزجرة باخذ الزجرة بحسن. إذن هذا موضعه غير ذاك، هذا جاهل بمسائل يريد أن يعرف، فلتكن تعريفك به على ناج الحكمة. وعليه تصبح الموعظة الحسنة نوعا من نوع الحكمة، فكان هذا تخصيصه في الحقيقة، كان الحكمة هنا نوع من الحكمة في مقام التعريف. ويصبح الجدال بالتي هي أحسن نوع من الحكمة اندراجا في مقام عمومها. فهمتم هاي شوي؟ وعليه في الحكمة هنا أخص من الحكمة المطلوبة نعتا لمنهاج الدعوية كله. يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الذي يعظ على الوجه الحسن، أليس حكيما في وعظه؟ والذي يجادل بالتي أحسن حكيم في جدله. لكن مرادنا بالحكمة نوع من المعرفة في مقام التعريف، تكون الأدلة محكمة، ولا تكون محكمة إلا بشيء، بإرادة دليلها وربطها بمقاصدها المجلية للمرامي. إذن حين نقرر الحقائق في الدعوية على هذا الوجه، وحين نعظ أو نصحح المواقف المنحرفة بهذا الزجر الحسن، وحين يكون جدلنا بأسلوب الذي أحسن من جدل غيره. ولذلك لاحظوا أسلوب القرآن في الجدل، من المسيح ابن مريم إلا رسول، قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات. الحديث صحيح أنه نبي، وهذه مقامه ومقام أمه، وهما عبدان فقيران محتاجان إلى غذاء ومدد من ربنا جل في علاه. والمفتقر لا يمكن أن يكون في مقام الغني الحميد، مفتقر مربوب أن يكون ربا أبدا. بل حتى لو اغتنى فإن الغنى العارض لا يدفع الفقر الذاتي، لأن العوارض كاسمها عوارض. الإنسان حين يكون قوته بين ضعف سابق وضعف لاحق، فهي كأصلها وكقوسيها تعود إلى الفقر الابتدائي. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وبالله عليك لو أخذنا بهذا الأسلوب في الدعوة، فقرنا الحقائق محكمات بأدلتها مربوطة بمقاصدها، دافعة للشبه الممكنة والمحتملة، ومارسنا الوعظ صحيح للمواقف وخصوص البينية التي بيننا بالزجر الرفيق اللين الذي دعا القرآن باستعماله مع المخالف الذي هو خارج الدائرة. قول له قول لين وبالصرفاش، احنا نخلط اليوم بين الملاينة والمداهنة. مدام استعملت ملاينة في موقف قالك صديقك المتشدد، هذه مداهنة، والدول تدهن فيدهن. ولذلك القرافي رحمه الله بين الفروق يحتاج إلى أن يفرق بين المداهنة والملاينة فبينها. حين يكون ملاينتك أو تنزهك لغرض تأثير فيه وعليه واستنزال عناده، هذه ليس فيه نفع لك، تريد النفع له لعله هو يتذكر، هو يخشى. هذه مصالح غيرية وليست إنية كما يقول أو أنانية. ولو كان جدلنا مع المخالف، الوعد صحيح مواقف بينية، والجدل يكون مع المخالف والمخالفات أو دوائر المخالفة كيف تصلها، يكون الخلاف ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أسفيد. لا تخلو مجادلة من هذا الوصف، حتى تكون أسلوبا من أساليب الدعوة المعترف بها في سورة النحل. النحل الذي ينحل كالشفاء، والنحل كالنحلة، النحلة كالنحلة، هذه هيئة وهذه فعلة، سورة اسم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية سنية تنبئ عن ود ورضا. نحلة تصنع نحلها وتأكل منه قليلا،
فكان على تقدير أنك ستجيء أيها المستفيد من غير ثمن لتأخذ العسل مجانا، تلك نحلة النحلة. ألا نشكر مرسلها وباعثها والموحي إليها بأن تضع هذا الشفاء بين يدي هذا السيد الذي هو الخليفة في الأرض؟ نحلة، انحليه، اعطيه، تعطيك العسل. والداعية إلى الله بهذه الأساليب نحلة في بابها، تقدم ألوان من الأشفيز، تعرض الحكمة في طبق الشفاء، في أطباق الرقة، رقة الوعظ. الناظم المشترك بين ثلاثة، حكمة راقية في جوارها، وموعظة راقية في حسنها، وجدل لا يفضي إلى جدل مقيت ومميت ومثير للخلاف وموتر للأعصاب، ويفتح باب الصراع الذي يستنزفنا، وكم استنزفنا بجدل غير مفيد. إذن سورة النحل بحديثها عن النحل وعسله الشافي، يرتبط موضوعها في الختم بحديثها عن هذه الألوان من الأشفية القرآنية في مقام دعوة الذين فارقوا الصراط، إما بجهلهم بالحكمة في وجوده أو ضعفهم، هم بحاجة إلى من يمسح على عليهم ليعودوا بوعظ فيه رفق وود وحب، وسيجيئنا دليله في سورة لقمان. يا بني تبدو لك الأبوة التي هي سلطة، تبدو عليا، أنا أنت فرعي وأنا ولدتك، ويجيء مع ذلك استعمال الرفق، وكان ابنه مشركا كما سيجيئنا إن شاء الله في أسباب نزول سورة لقمان، كيف يخاصبه بالود فابق الحكمة، تجليات الحكمة في الخطاب الدعوي. ثم ندخل إلى رياض سورة الإسراء، وتشدنا الآية المنصوص عليها هناك إلى سياقها الذي هو سياق كبير، بدءا من قول الله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وهذه الآيات 19 أو 18 آية، والتي ذكرت فيها 15 وصية، ونعيتت بالحكمة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ترون كلها حكمة في ذاتها جوهرا، وفي أجرها نفعا، وفي مصدرها الوحي الإلهي. وتجدون لها صلة بسورة الإسراء التي تسمى في لسان الصحابة ببني إسرائيل، سورة بني إسرائيل. ونحن ندخل إلى فهم الموضوع من عنوان بني إسرائيل أكثر من عنوان الإسراء، وإن كانت صدرت بالمعجزة التي تخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة المزدوجة، الرحلة الأرضية إلى بيت المقدس، السماوية إلى سدرة المنتهى، لنريه من آياتنا، لأن الإسراء كان مقدمة للمعراج، والنبي إنما أريد لهناك، وجاءت الرحلة هذه متوسطة. ولماذا بني إسرائيل في الاسم؟ لأن الله تبارك وتعالى في صدرها قال: وقضينا إلى بني إسرائيل، حين تكلم عن إسرائيل رسول الله إلى بيت المقدس، وهو ساعتها خراب ما موجود، صار إلى أنها ستحيا وتجدد ويعاد لها مجدها. صار سمحين وسرين ليه ما كان مسجدون، قد كنائس وخراب أبدا، ولا أحد واحد قلب المقدس كانت هنا. النبي وسري إليها مشهدا فقط، خلاف ما يقول أنها كانت وكان مش فيه، كان يشين كان هناك.
باعتبار ما كان عليه. في صار إلى أن المسلمون هم الذين سيعيدون هذا البيت إلى ما كان عليه، وأنه هذه الأمة الواردة لبني إسرائيل، وسيرون أنهم أساءوا إلى بيت المقدس حرمة، وأساءوا إلى الوحي النازل فيها، وأساءوا إلى أنبيائهم فذبحوهم، في إشارة إلى أن هذه الصورة تبين لماذا صرف الوحي عنهم وحولت النبوءة منهم، في إنصاف وعدل إلهي كاملين. نعيتوا بالفساد فسلط عليهم العباد بما شاء الله من قدره. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا، عدتم الإفساد، عدنا إلى تسليط العباد. سورة بني إسرائيل وهم الذين خصوا بالتوراة، يقول ابن عباس: وخلاصة توراته في صمت الحكمة في سورة بني إسرائيل. هذه الآية خلاصة للتوراة. صحف موسى فيها صحيفة تسمى تورا، وهي التي عربت فصارت تورا. قال هذا هو أصل صحف موسى، وهي التي كانت فيها الوصايا العشر التي نسخت في الألواح، وكتبوا في نسختها هدى، نسخت نزلت منتسخة في الألواح. هي هذه الحكم، وفي ترتيبها حكمة، لأنها بدأت بالعقائد في المعاملات وانتهت بالأخلاق المرسخة لقدم السير على الصراط. العقائد أولا، وفي هذه الترتيب حكمة، حولك البكاء من الحكمة، والحكمة سبق لنا أنها كل ما يمنع من فاسد لغرض الإصلاح، كلها فهي أوامر ونواهي ووصايا مقررات في مسائل يحتاج إليها المنتسب لكتاب الحكمة، وبدنيا سيضل على سفهه وغيه وجهالته بعيدا عن كل نعت يمكن أن يوصف بالحكمة. إذن نبدأ الآن فننظر في الآيات: لا تجعل مع الله إلها آخر، تقرير لحقيقة التوحيد، لأن هذه الحقيقة إذا لم تثبت فلا يمكن أن يؤسس عليها شيء، وهو دفع الأوهام المتعلقة بالوجود الحق. كل صور الشرك، كل صور الوثنية، كل ألوان من الوهم إذا داخلك في التصور الإلهي فإنه لن يصلح لك شيء. لذلك يقول أهل العلم: صحة التصرف مبنية على صحيح التصور أولا. إذن أول فساد يغتال الوعي ويفسد العمود الفقري لتأسيس الحكمة هو دخول الوهم في العقائد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. المذموم والمنعوت بنعش الذم نقصا، مشرك والوثني والذي يعيش على وهم الجاهلية في التصور، هذا مذموم، مذموم من أهل المعرفة، هو في محل النقص والدم، مخذولا لن يجد له نصير، لأن الوهم لا يمكن أن ينصره أحد إلا السفهاء. يعني الوهم مخذول في باب النصرة، لا يمكن أن تنصر الباطل، ومتى إلى أي حد تصير النصرة لو تابعت الباطل. لا تجعل مع الله إلها آخر، بل وحده في مقام الإلهية استحقاقا لأن يفرد بتمام الحب وتمام الخطوة. قال تعالى: فتقعد، إن لأن الوهم العقائدي يشل الحركة. قال تعالى: فتصير، معناه ولا معناه تصير؟ قال: فتقعد. الوهم هذا يشل الحركة، حركة الصحيح، حركة التقويم. ثم يقول تعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، في تأكيد ذلك الذي نفيه بمفهومه أن لا جمع الله وحده، عبده وحده، لكن إعادته بعنوان القضاء الذي هو الأمر الجزم
أحسن أمر قضى وأقوى من أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هو المعنى بيك لا تجعل مع الله إلها، لأن إله هو المألوه أي المعبود بحق. والعبادة ترجع لمسألتين وسبق أن أشرنا إليكم في أكثر من مقام، وهو الذل الكامل، تذلل لمن له كمال التفضل وهو الله، لأن العبادة نوع شكر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فاعبدوه واشكروا له، وهو التفسير إليه ترجعون، في نوع من لون من الوان الشكر. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي عنوان الربوبية في مقام الإلزام بالعبادة وتوحيد الله إشارة إلى علتها، هو أنه محسن إليك، لم تكن ثم وجدك، كيف تكفرون بالله أي إلها واحدا فتجاهون معه غيره، أو تعبدون من دونه، أو تلحدون فتنفون الوجود الإلهية عن الكل وترجعون إلى عبادة أنفسكم كما يحصل عند الملاحدة. كفروا بالكل، فأله النفس وأله الهوى وأله بعضهم، وانتقلوا من وثنية صغرى إلى وثنية كبرى. فرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علم. وقضى ربك المحسن إليك بهذه الحقيقة وهذا الحكم الذي تبدو الحكمة تقضي به. قلت لو قالك الواحد ولله مثل الأعلى لماذا تحب والدك؟ تستغرب، هذا سؤال ليس في محله، يعني ضروري وطبيعي أحب والدي لأنه والدي. ويقول لماذا أحب أخاك هذا الذي يتفانى في حبه؟ قال لأنه يحبني أيضا. فتجي هذه الأجوبة فطرية وطبيعية، ودليلها منها جوابها فيها. لما توحد ربك؟ قال لأنه ربي وليس رب سواه، هو الذي منحني هذا الوجود وهذا المدد الساري في كل نفس، ولكنها الحجب، عشان حين يعيش مع نفسه بعيدا عن المعرفة يظن كأن مدده يجيء من نفسه، وأنت تنام يوميا وتستيقظ وما تدري كيف تنام ولا كيف تستيقظ ولا كيف ترحل، ألوان من الجهل الممارس، اغتراب في وسط الشهود. ولذلك قال العلمي عجبا من كتاب المعرفة حين يكون عنوانه الجهل. كتاب المعرفة هو أنت، كان يجعله كافر مشرك مرتد مفتون وثني ملحد، عنوان الجهل لكتاب المعرفة. وفي أنفسكم يعني آيات دل علينا أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. كيف يكون الخلق دليلا عليك وأنت الدليل عليه؟ الأنبياء يقولون كفى بالله شهيدا، فيجعلون الله شاهدا على الخلق، ونحن نجعل الخلق شاهدا على الإله، وهذا يدل على الفارق الذي بين الكمل وبين الهمل. وبالوالدين إحسانا، الوصاص بالبر بالأبوين والإحسان إليهما، بعد الأمر بتوحيد الله الإحسان في عبادته، إشارة إلى أن مقترنين في تناسب، الله جعلهما سببا في وجودك، وإن لم يكن هما موجدك لكن شاء قدر الله أن يكون هذا اللوم والوصل، فالاعتراف بمجرى القدر الإلهي العلي منهما. وسجيئنا في قصة أن أشكر لي ولوالديك، وهنا قضى ربك وبالوالدين إحسان، إحسان الفروع للأصول التي جاءت منها منطقي وجميل وموافق للحكمة وواقع موقع الميزان، اعتراض على مثله. وعبد ربك دليله فيه، أحسن إلى أبويك دليله فيه، بل ما نتساءل ونستطيع من تجيء ضد ذلك، قل أشيء اكفر بمن يحسن إليك إلى ربك، واقطع رحمك
المحسن إليك الذي كنت به وكنت منه. ثم القرآن يقف هنا وقيفة قصيرة لشد الأولاج إلى هذا الصراط، صراط البر، بإطارة هذه الألوان من المواجد أو المواجد. إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما. والبر مستمر طيلة الحياة، سيجيونا في الآية وصاحبهما في الدنيا في كل الأحوال معروفا. هنا نص على حالة الكبر لأن البر فيها أكد وأهم. حين يبلغ الوالدان تحتاجان إلى بر الزائد، والولد قد يتجر في مثل هذه. في القرآن نبه وهذا من حكمة المعنية، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فمن الحكمة أن نقرن الحقائق والمطالب والوصايا بماذا؟ بما يعين عليها ويرشد إلى مقاصدها أو يستدل به لها. هذا الربط هو في نفسه حكمة. حين يبلغ الوالدان هما أبواك الكبر، وعندك من عندك لا إله إلا الله تلك اليوم نداولها بالناس، كنت عندهم في حال عجزك وهم الآن عندك. وهذا في أحوال معينة حين يكون أبوين ضعيفان لدرجة أنهما محتاجان إليك كما كنت محتاج إليهما عندك. هذا اللي عندي عندي الاختصاص اللي يبقى له مشيون إلى أنت لا إله إلا الله عندك محتاجين إليك كلا. أحدهما أو كلاهما يقول القرآن، وهي الحكمة، شوف انظر الحكمة، فلا تقل لهما أف، نبهك بالأدلة تحسين الخطاب. وكم يحتاج الكبار، الكبير السن يحتاج إلى مؤن كثير، هو ضعف أكله، ضعف الحاجة إلى أن يتباهى، ضعف في كل شيء، لكن محتاج إلى وفاء منك يظهر في الخطاب المستطاب. أي كلمة سد توحي بالتدجر والاستثقال. لا تقل لهما أف، أنا حتى لو حصل أن تدجرت فلا تظهر هذا التدجر، اكتم أنفاسك. أدب، أدب نفس لا يقوى عليه لا حكيم، يضع الأمور مواضعها، متزكن. إن الحكمة يطلق ورد على تهذيب النفس بالقيم العالية السنية. لا تقل لهما مخاطبا أف تدجرت منكما، ولا ينبغي أن يلاحظ منك ذلك، لأنه لا يلزم القول، كل قول كل ما يدل، إنما جاء قول الغالب على التدجر أن يكون كذا، وأقل ما في تعبير بالتدجر أن يكون بحرفين أف، هذا اسم الفعل الذي يدينه أنا متدجر أو أنا تدجرت. ولا تنهرهما، نهر زجر، أنت لا تخاصبهما بما يدين بالتدجر. وإن فعل شيئا وأردت الزجر فلا تنهرهما، هو ذلك الرفق حتى في الإصلاح والتقوى. النهر الذي فيه ده أيضا خطاب، وقد يكون النهر بالقول كما قد يكون بالفعل. لا تفعل جله الكأس أو كذا من يده بعنف، زجر هذا، زجر هو دفعه عن شيء يبدو لك لا يليق لكن بصورة لا تليق بفرع لأصل. أتذكر أنه كان يجري منك ما لا يليق في تبولك، وكيف تصنع الأم أشياء لو بدا منها أحيانا بعض الشيء وأنت لا تشعر، لا تشعر لأنك شعر، ما لا تشعر بالزجر ولا بألوان التأفف، ولكنها هي ماضية. خص الأمهات المستقيمات ما تجد منهما منة ولا فيهما عنف إجاء أبنائهما. وقل لهما قولا كريما. قال من القول الكريم أن تنادي أبا ماشي باسمه الشخصي، أبي أمي، شوف سيدنا القرآن يا بني
ما خطبه بالاسم الشخصي، هذا إلى ولده، فكيف إذا كان من بنين للوالد؟ هذا يقول ليه عبد الرحمن، عبد الرحمن هنا هذا ليس بقول كريم هذا، لأن الكرم هو نفاسة الشيء في جنسه. يقول جواهر كريمة إذا كانت نفيسة في جنسها، يواقيت حمراء كذا، معناها أن يكون كلامك معهم أنفس كلام، لا يمكن أن يوصف هذا بين بعضنا وبعضنا بأنفس كلام. فكيف إذا كان معك شيخك وقلت له مش مستخصي فلان كذا مجرد اللح، لكان هذا معيبا عند أهل العلم والحكمة والأدب، فكيف أبويك؟ وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أنا لا يبدو منك تكبر عليهما بحال، كن أرضا، كن ناجلا كم الطير إذا بسط جناحيه على فراخه أو بيضه، هو جسده ويداه مستويان مع الأرض. وفي الآية نكتة لطيفة، أن الله سمى جعل للذل جناحا، هذا أسلوب استعاري، جعل للذل جناحا حتى يؤنسك، هذا ذلك لأبويك جناح تطير به إلى مقام العزة، جناح الذل ذلك لأبويك باب للرفعة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ماشي من طمعي في أن يكتبها لك وصية، هذا والد تدلل له يكتب لي الدكة الفلاني والدكة الفلانية، من الرحمة أنا لا ترى في ذلك إلا رحمتهما لأنهما في مقام الحاجة إليك، وكانك تنظر إلى سالف الفضل أو سالف الأمر من الله لك بالوساط، تراعي الله فيهما. نقد يقول واحد سيدينا لا تذكر صنيعا لأبوي، رجاء تذكر صنيعا لأبوي، انظر وصية الله فيهم من الرحمة، من بباعث الرحمة، من ابتدائية نشوئية، أنا ليكن ذلك ناشئا من رحمتك بهما لا من طمع فيهما. تريد كذلك هذا في حياتهما، فإذا راحة وشدت استرام عليهما إياك أن تنسى ذكراهما، ليس هذا من البر. وقل وباستمرار ربي المحسن إلي احتبي أبويني، هنا وكان سبب الإيجاد وتعليمي وأهلا، ارحمهما كما ربياني صغيرا، شيء كما يعني المساوية شبهية، لأنهما ربياني، أنا أرجع للكفة هنا للتعليل، لأنهما كان سبب تربية، ماشي كما أي مثل ما صنع في تربيتي أبدا، وحتى على فرجي تسليمي بهذا الوجه. فهل تستطيع أن توفي لي أبويك؟ سيدنا الحسن المصري كان يطوف ورجل يحمل أمه على ظهره يطوف بها، وقد تقلت عليه وسال العرق، فاقترب من الحسن المصري وقال له يا سيد الحسن أتراني تظنني، أتراني وفيت ببعض حق هذه الأم؟ فأجابه وأسرع في الطواف، قال ولا زفرة من زفراتي، الوضع والطلق. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم يقول الله جل في علاه مذيلا أو معترضا في وسط هذه الآيات ببيان أحوال قد تعرض للأولاد إجاء آبائهم، ربكم له بما في نفوسكم، يعني لا يمكن للواحد أن يوفي بالبر كما يجب، لا بد أن يصدر منه ويبدر ما يتنافى مع هذا الكمال أحيانا للضعف. الله جل في علاه العليم بخلقه
والمراعي لهذا القصور منهم يريد أن يرفعهم، ولذلك سمى نفسه التوام، وأخبر عن نفسه أنه يحب التائبين. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني المهم قد يبدر منك سوء بغير قصد، المهم ألا تكون قاصدا، لا بد أن تقصد إساءة إلى أبويك، الله يعلم ما في نفسك. إذا كنت صالحا ونصلح النية فأنت على رجاء أن تقبل توبتك وفيئتك، وأن يغفر الله لك خطأك إزاء أبويك. ربكم أعلم بما في نفوسكم من ألوان القصد. إذا كنتم صالحين في هذه النية العمق الذي المعول عليه في جسد مضغة، قد يبدر منك شيء في حين قلق وأنت لا تقصد، ولذلك يجيئك ندم كبير من بعد. الله يقول لك إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر. ثم ينتقل القرآن في وصايا أخرى يشير إلى ألوان من الصلة والبر التالي الذي الأصل فيه الأبوين، القرابة، صلة ذوي القربة التي أصولها الأبوين. هذه وصية أخرى في سياق الصلة. من الحكمة أن فروع التي هي من هذا الأصل الذي أمرت بالبر به ينبغي أن ينسحب عليها وصف الصلة. وآتي ذا القربى حقه وهو شيئا صلة، صلة الرحم بأن تزوره، بأن تهتم بشأنه، بأن تتابع أحواله، صلة. والمواساة إذا كان محتاجا وأنت صاحب فضل، صلة ومواساة. آتي ذا القربى حقه، وسمى حقه لأنه مسألة فيها الاستحقاق، ليس فيها تفضل الإحساني الزائد، ثم تسميته حق في معنى الإلزام. هذه وصية خصوص للقادر، لا يمكن الإنسان صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، رحم بلوا أرحامكم ولو بالسلام. السلام عليك كيف أنت وهذا تقصير كبير منا. لاحظوا في الوصايا كيف رتبت، صحيح الأصل في الصلة بالله، ثم البر بالأبوين أصلك البشري القريب والاعتراف جميل، ثم سحب الصلة على هذه الفروع الممتدة من ذلك الأصل. صل، صل جدك، صل قريبك، صل صهرك، صل الأصول. آتِ ذا القربى حقه وآتِ المسكين وابن السبيل حقهما، ألوان من الإحسان الذي يتعدى الأصول والفروع ليمتد إلى هذه الألوان، هذه الأناسي من ذوي الحاجات. فالمسكين يحتاج إلى حق المواساة، وابن السبيل حق الضيافة، لأنه عارض له حين انقطعت به السبل ما يكون فقرا. ابن السبيل هو الذي ألجأه السبيل إلى حاجة، ولذلك يكرم ابن السبيل باعتباره ضيفا، كرم الضيافة. والمسكين باعتبار الحاجة. ثم يجيء القرآن في وصايا وهذه الحكيمة ليتعرض لمسألة المعاملة المادية شتى صنوفها. لا تبذر تبذيرا إن مديرنا كانوا إخوان الشياطين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقربوا الزنا، إنه ألوان من النهي في أماكن مهمة جدا، في الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض، الحفاظ على النفس. لا تقتل نفسا بريئة ولو كانت ولدك، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، لا تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، خشية حتى مجرد توقع الفقر يجعلك تسيء لولدك.
ترى فيه فم آكلة ولا ترى فيه يد عاملة ولا عقل مفكر، تهدر كل طاقة شيء لشيء، تجيه بكل خير. صحيح ألوان من تصور إزاء هذه القيم الكبرى، المال والنفس والعرض. وهذه الوصايا حين نذكرها ونذكر معها المسائل التي ينبغي أن تراها في المال، لا تبذر تبذير أن تبذر الشيء في غير محله. قالوا بذر في المحل وبذر في غير المحل، كأن فعل هذه للتخلية، أخلاها من موضع الاستحقاق. عندنا فعل للسلب كثير في أساليب العرب. قالوا تحنت تجيء من ثلاثة وربع إذا ترك الحنت، وتأثم إذا ترك الإثم، بذر إذا بضع البذر في غير محله فلا ينبت هذا ميت. فألوان الشرف في غير محلها كلها توصف بالتبذير، ولا يكون التبذير إلا على حساب أصحاب الاستحقاق، فلا يكون التبذير إلا على حساب التجويع. والمبذرون نظراء الشياطين، لأن التبذير إنما هو مدد للشر، مدد. والشياطين عنوانه هذا اللون من ألوان المدد. الشيطان يرضيه أن تسرف في الباطل وفي دعم الشر، وهذا اللون من التبذير. قال العلم لا شرف في الخير، الشرف يكون في الشر. وكان الشيطان لربه كفورا في شرعه، لأن التبذير لون من ألوان الكفر بالنعمة، حين لا تضعها مواضعها لون من ألوان الكفر. ويكفيك أن تكون منعوتا بناء الشيطان الذي هو كفور مبالغ في كفر النعمة. ومقابل التبذير التقصير، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كالغل مغلولة، هذا تبشيع بالصورة وتفضيع، يدلون من ألوان التخلق هو المنع في محل الاستحقاق، استحقاق العطاء. ولا تبسطها كل البسط، هذا فيه إشارة إلى صورة من صور التبذير حتى في هذا البقاء، فتقعد ملوما محصورا، ملوما محصورا، تلام حين تفتقر بسبب البسط، وتقعد محصورا أي في محل التندم حين تضيع منك هذه القوة. لأن عندنا الإنسان حين يبسط غير مراع لأساليب الحكمة في الإنفاق قد يفاجأ بالفقد، قد ينفد ما عنده، قد يضيع منه، وقد يعاقب بالسلب إنه لا يحسن التصرف. والذي يمسك أيضا يلام، فالبخيل ملوم، وهو يفوت مصالحه لأنه لا ينفق فيه فيما ينبغي أن ينفق فيه، فتضيع عليه مصالحه بأدلون من ألوان الشح. إذن الذي يبدر يضيع المصالح، والذي يقتر يضيع أيضا مصالحه. وأين يوجد سبيل الحق في الوسط؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محصورا. ثم يقول تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم من مال، من مراعاة الحكمة في صرف المال إلى النهي في مقام الآخر وهو مراعاة النفس. وكان هذا في الجاهلية، الولد يقتل والده خشية أن يأكل ابتداء، ويقتل ابنته خشية العار زعم. قال لأنها حين يموت والدها، يموت والدها وهي لا ترد فإنها تفتقر وتحتاج إلى مدد، فربما انزلقت إلى أن تتاجر بما لا يجوز. فهذا الخوف منه ولدي جاروة يقول يا جين بغيان لو فكر جيدا في أن يجعلها تريت أو كذا، زال كثير من هذه المخاوف. لكن وابقى على الجاهلية في تصرفها الظالم، ثم زادها ظلما فانتحى إلى أن يغيبها للوجود. تقتلوا أولادك وخشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبينهما ولا تقربوا الزنا، لأن في إضاعة للعرض أيضا، إضاعة للعرض.
لأن الولد ينحل النسب حين يجيء من الزنا يضيع العرب، وتضيع المرأة المزنية بها في أبواب كثيرة، تفسدها على زوجها إذا كانت متزوجة، وتفيدها على أوليائها إذا كانت بكرة، وتعرضها هي أيضا لأنوال من الدم وألوان من الإعراض والإهمال في المجتمع بسبب ما حصل منك، ألوان من الإساءة إلى العرض، والعرض النساء كما يقول أهل العلم، عرضك محل الدم من أهلك، محل الدم من أهلك، سيدم بولدي وبزوجي إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فحش نهاية القبح. وسوء السبيل لأنه سبيل سوء، وما أنبناكم المفاسد التي تسوء المتعاصي وتسوء المتعاصية، وتفتح بابا سيئا إلى ألوان من الأمراض اليوم، والألوان الاستنزاف الجسدي، الاستنزاف الروحي، والوان من الشقاء الذي عنوانه سعادة نفسية. زور. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هنا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث معروف، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، فيها الإحصان وإيه؟ الزنا بعد الإحصان، والكفر بعد الإيمان، ومفارقة الجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا ما يسمى بتحديد مسألة التأر التي كانت مفتوحة على طول في الجاهلية. واحد ينتقم ممن قتل واحدا من أهله، أو بما يجري عليه العرف، يكون بأهل الآخر كلهم، أو قد يورث هذا التأر حتى ولو حصل القتل فإنه يستمر في الأهل. لون من ألوان التأر الجاهلي. جعلنا لولي سلطانا حق، فلا يسرف في القتل، لا يقتل بواحد إلا واحد، ولا يمتل به، حرم الإسلام والمتلة حتى في باب القصاص على الصحيح من أهل العلم، لأنه متل بالذي متل، وإلا لطلش أنا خلاف فيه هل يمتل بالذي متل، ولكن صحيح أنه لا يمتل حتى بالذي متل، إلا في مسائل ضيقة جدا فيها اجتهاد والتعزير في حدود الحرابة. إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. الوصاص باليتيم أولا حفظ لماله وحفظ لكرامته، ورعاية له ما ينبغي أن يراعى به اليتيم في ديار الإسلام، فاقد العائلة إذا كان له مال فلا ينبغي أن نبادر رشده، نسبق رشده باستنزافه، بل حتى أننا لو أردنا أن ننفق عليه من ماله فينبغي أن نتاجر في ماله لننفق عليه من الربح، حتى يبقى له أصله السعيد عليه. وهذا سر قوله تبارك وتعالى أرزقوهم فيها، ولم يقل منها، عادة لنا الرزق يكون متعدين بمن، قال ارزقوهم فيها أي تاجروا لهم فيها وارزقوهم منها، ليجيء الأخذ من الربح الذي نما بسبب التجارة. وهذا من البر باليتيم، وهي واحد من لا تكرمون اليتيم. وتلاحظ لما هذه الوصايا أنها تشدنا إلى القواعد التي لو رعيت لقام مجتمع الحكمة على ميزان الحكمة، لا سفها في التصرف في المال، ولا في التصرف مع العرض، ولا في التصرف مع النفس، ولا في التصرف مع الذين تربطهم بكشائج القرابة، آتي هؤلاء حقهم، آتي هؤلاء حقهم، وانظر إلى المال باعتباره القوام، وكون في التصرف فيه على النهج الوسط. ولدك لا تقتل خشيه ان يكون معك، فهناك امال، لا تغلق الدنيا بين عينيك، لا تجعل على عينيك نظاره ذات سواد وقتامه، مستقبل له شان، والولد له مؤهلات،
لا ينبغي أن تحسم كل شيء بحسب رؤيتي. وكنت قصص لكم قصة، جاءني رجل يسألني قال أريد أن يستعمل يعني عملية من أجل إنهاء هذا الإمكان تاع الإنجاب. فقلت له كم عندك من ولد؟ قال 6. قال لا هاي جدي. قلت له أنت بالنسبة لأخوتك كم رقمك في الأسرة أنت؟ قال أنا 9 إخوتي بالنسبة لأبي، يعني أبو كان صاحب أولاد 9 وهو 9. فقلت له كيف حال 8 الذين قبلك؟ قال فقراء. قلت من يعولهم؟ قال أنا. قال يسوف انتهت، فهمت الجواب. يعني الأخير هو الذي جعله الله مكلفا بالتسعة الذين سبقوا من إخوته، فتح له الأبواب للتاسع. فكان إخوته 9 8 السابق عليه هو عالة عليه. فقال صافي جاهد. قلت له ده كان واحد يمكن أن يكون هو سر أولادك كلهم، لا تقتلوا أولادكم، نحن نرزقهم وقدرهم. إلى مسألة فيها خشية، بينما في الآية الأخرى لا تقتلوا أولادكم من إملاق حاصل، هذا من إملاق متوقع. فقال نرزقهم، فسبق هذه الجهة التي تخوف فأمنها المخوف منها، بينما من إملاق نرزقكم. فقدمهم لأن المسألة فيها فقر واقع، أمنهم هم أولا. هذه من أسرار المتشابه، فروق التي تكون من المتشابه اللفظي في الكتاب. ثم تنتهي الوصايا بالحديث عن أخلاق شقية، لا تمشي في الأرض مرح، لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كن متواضعا، كن أرضا. إن هذا العنف الذي فيك استكباريا، أنت لا تستطيع أن تخرق الأرض بهذا اللون من ألوان الحركة الاستكبارية، ولا أن تطاول الجبال. أنت دون الأرض صلابة ودون جبالها طولا، ألا تعرف حجمك؟ أحرابك أن تكون متواضعا إخوانك. وهذا اللون من ألوان التأدب هو في الحقيقة عين الحكمة في باب تهذيب النفس. الإفاء بالقيل، أوفوا القيل إذا قلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، دي ألوان أيضا من تحري العدل مع الآخر، هو معين الحكمة. إذا قلت أو وزنت، القيل يكون في مسائل معينة والوزن يكون في مسائل أخرى. زن بالقسطاس وأوف القيل إذا قلت، وهذا يقطع أسباب التنازع في المعاملات ويجعل الناس يسيرون على نهج الصالحين. أصل الواحد حق العدل والوفاء في باب الكيل أو الإفاء في باب الكيل من أسباب الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار النفسي، الاستقرار القضائي، تخفيف حتى في باب المنازعات، صنوف من الحكمة. لا تقف ما ليس لك به علم. الوصاية بالتثبت فيما تسمع وفيما ترى وفيما تقول، لا تتبع كل شيء يقال، كل شيء يلوح لك، تثبت لتتحقق. ففي نهي عن أخلاق كثيرة جاهلية، طعن في الأنساب، قذف المحصنات أو قذف الأبرياء، ألوان من الحكم بالظن في مسائل كثيرة. لا تقف لا تتبع ما لم تتحقق منه، تثبت، اجعل التحقق رائدك عندما تريد أن تقول رأيت أو سمعت أو تقصي، لا بد من أن تتثبت. لماذا؟ لأن هذه الأدوات مسؤولة في مقام القفو أي الاتباع عن كل ما تقول. يعني السمع مسؤول عن القفو، يقول لما قلت سمعت وأنت لم تتأكد، ولما قلت رأيت البصر أيضا وأنت لم ترى فعلا، ولما قلت وعيت وحفظت وأن فؤادك لم يحفظ شيء. إن السمع والبصر والفؤاد أدوات المعرفة، كان عنه أي عن القفو مسؤولا بين يدي الله. لماذا قفوت؟ قلت سمعت ولم تسمع، لماذا
هذه الأشياء تستعملها من غير تثبت. وكثيرة المشاكل التي يجر إليها عدم التثبت واستعمال هذه الأدوات اللي هي مدخل للمعرفة في المدخل إلى متاهات من ألوان القذف والطعن والاعتراض، والأمر كلهم بني على فساد لأنه لم يقم على تثبت فيما تبنى عليه مثل هذه المسائل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك هذه الأدوات كان أي صاحبها مسؤولا عنها أو عنه أي عن القفو. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تشنيع لهذه المشياة الاستكبارية والتي جعل صاحبها مبغوضا من أهل الأرض مقيتا، وهو يرى نفسه عظيما غاية العظمة ولكنه عند الناس في غاية الحقر. شأن الله في جار المتكبرين يعني في غاية الدعاء سقوطا في مقام الاعتبار. يقول تعالى معقبا على كل هذه الوصايا 15: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. هو في نفسه سيء، صورته سوء، هذه شيء ليست جميلة، فاقدة لنعت الجمال خلقا أو عقائدة. لأن عندنا الجمال في مقام الاعتقاد صحة العقيدة، وفي مقام الخلق كمالها، وفي مقام المعاملة عدلها، وهذه صنوف من الجمال. أما غيرها سوء قبح. كان سيئة أي كان بالغ السوء عند ربك في ميزانه مكروه، وهذا يعود على الصاحب أي مكروه صاحبه. وانت حين تكون في مقام المقت، هنا كراهة ليس الكراهة التي سمت زيية، هذا اصطلاح فقهي، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال، أمور محرمة. فلو قالوا في هذه الكراهة التي هي دون التحريم مكروها أي صاحبه في محل في عدم الرضا، ما لا يرضى بمثل هذه. إذن في ميزان الله ليس الأمر بالمحمود، وهو في نفسه سيئة قبيحا غاية، ويعود منه السوء على صاحبه. انظر الإنسان حين يتكبر يعود ذلك عليه وباله عليه، وحين يطفف يعود وباله عليه، بل على أمتي أحيانا. انظر المطففين هم أبواب للشر والدمار على أمتي. انظر للذين يعني يردون الصاع بالصاعين ولا ينصفون حتى في باب القصاص، طار على طول في الشعوب التي لا يزالوا فيها ذلك من الوان التصفيات ومن الوان الدار، أبواب من الشر، جحيم الرعب، سيئة عند ربك مكروهة. ثم يقول تعالى ذلك هكذا بالإشارة الدالة على علو مقام ما ذكر من الحكمة. ذلك ولم البعد مدين ببعد المقام مما من جملة ما جملة من الوصايا أوحاها الله إليك وكلها حكمة. وهذا معقد المراد عندنا، أن الحكمة تطلق ويراد بها الوصايا الحكيمة في بابها، تهذيب للنفس في مقام الأخلاق، وإقرار للعدل في مقام الإنصاف، حقوق حقي وحقك، ولحقوقها في مقام الصلة، وللعقائد التي تدرأ الوهم، عقائد اليقينية الدافعة لكل شبهة تشوش على أصول الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم اقسم لنا بمعصيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، وطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والدين. اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، ومن ولايتك منا اعثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا، ولا يجعل مصيبتنا في ديننا ولا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغفرك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب